السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم ان شاء الله غادي نلبي الطلب ديال شي ناس طلبوا مني هاد الطليبه. دابا غادي ندير ان شاء الله الثومه بودره. الطريقه باش كنديرها، مهم عندي هنا كيلو ديال الثومه، حيدت فيه شويه، المهم خليت فيه واحد شويه. انا فرقتها هكا كامله، فرقتها في الماء باش تجيني سهله باش ننقيها. اي وحده، المهم تنجيب شي وحدين كبار كنقسمهم هكا، ولا كاينه شي وحده صغيره بحال هادي تنخليها نيت هكا. المهم انا تنقيها، تنرقدها في الماء هكا باش تجيني سهله، ودغيا تتنقى ليا حيت رقدتها بالماء. المهم رقدتها شي مده كبيره، غير واحد شويه وصافي، وغسلتها مزيان. المهم انا خديتها دابا في الماء، انا كنخدم فيها دابا بحال هاد الصغيره، راه ما غاديش نقسمها على زوج، غير غادي نحيد ليها هادي ونحطها في البانيون حتى نكملهم كاملين، تنقيهم كاملين، عاد غادي ندوزو لطريقة أخرى إن شاء الله. كنبقى شي وحدين راه منقيين نيت لريوسهم، إلا فيها شي حاجة بحال هكا بحال هاد النقطة راه تنحيدها، إلا ما فيها والو راه داكشي اللي بغيت. المهم طلبوها مني شي ناس شحال هادي، ولكن كنعتذر على تأخير الفيديو حيت راكم عارفين ما كاينينش الاسواق وما كنخرج حتى لدابا، عاد خرجت ومشيت شريتها. داك النهار فاش درنا نيت الفيديو انا وسعيدية، ديك الساعه فاش شريناها في الحانوت عند واحد الست تما كيبيع الخضره بحال هادي، غادي نقسمها على زوج. صراحه عندي الطحانه غادي نطحنها، غادي تطحن ليا كلشي، ولكن كنبغي نسهل شويه على الطحانه باش ما نهرسها، حيت الطحانه ديالي بحال عينيا ما نقدرش الله يحفظها ليا وصافي، حيت الصراحه تساعدني بزاف بزاف في الخضرة. ديك الساعات كان بغي ندير مثلا البطبوط ولا شي حاجة، بزاف كتشد مني الخضرة واحد الوقت. مع اختكم راكم عارفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما كنزربش، ما عنديش الصحة باش نزرب دغيا باش نسالي. المهم دابا الحمد لله ملي عندي هاد الطحانة الكهربائية، دغيا كنوجد الخضره، دغيا كنوجد كلشي مهم بيا الحمد لله. ايوا المهم غادي نستمر حتى نقي هاد الثومه كامله، نتلاقاو عاوتاني ان شاء الله. المهم الثومه ديالي كملتها، ها هي، حاولت نحيد ليها الماء ولكن باقي فيها شويه. مهم ندير واحد الطريقه اللي ما عندوش طحانه باش يطحنها به، كياخذ الثومه بحال هكا تيقسمها هكا وتيقطعها هكا، وكيقطعها هكا اطراف صغار رقاقين بزاف وصافي، وتيديرها في شي طاوله ويدخلها للفران ملي تيكون سخون، ولكن ما يشعلش الفران ولا يخليها في الشمس حتى تيبس. المهم انا راه غادي نطحنها في الطحانه، غادي نديرها سمحوا لي على الصداع، المهم غادي نوقف الفيديو باش ما نبرزطكم حتى نطحنها. المهم طحنتها حتى ولات هكا، دابا غادي نديرها في الطاوله مره ملي تشعلوا الفران هكا، ملي تكملي طياب ديال الخبز مثلا، كل
ولا دايره شي كيكه ولا شي اي حاجه. المهم سخنتي الفران ولا سخنيه حتى يسخن وطفي عليه وديريها في الفران ولا خليها في الشمس حتى تيبس على خاطرها. حيت دابا الحمد لله الجو سخون ممكن ديريها في الشمس وغطيها بشي زيت باش ما تهزلك الغبره ولا التراب. مهم وخليها حتى تيبس وطحنيها وهي ثومه بودره عندك بلا ما تقلبي عليها. صراحه ما كايناش عندنا كاع حنايا تنسول صحاب الحوانت نسولو على الثومه بودره تيقول لي ما عندناش وصافي. ودرتها نيت وصايبت هذاك النهار قلت حتى نجربها وعاد غادي نشاركها مع المشاهدين ديالي الا صدقات ليا دي زعما غادي نشاركها معكم. الحمد لله ملي درتها وصدقات ليا راني شاركتها معكم بالطلب ديال شي اخوان اللي طلبوها مني. المهم دابا غادي نخليها تيبس على خاطرها غادي نغطيها بواحد الزيف وغادي نخليها في الشمس مع دابا الحمد لله الشمس كاينه وغادي نخليها في الشمس حتى تيبس مزيان وغادي نتلاقاو عاوتاني باش نطحنوها ان شاء الله ونغربلوها باش تولي بودره. ايوا كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى للنهايه. مهم كنتمنى يعجبكم ان شاء الله هذا الفيديو. المهم الخوت هاد الثومه ديالي المهم خليتها في الشمس حتى لبسات مزيان. اسمعوا الصوت دابا غادي ندوز باش نطحنها. غادي نحتاج هادي باش نبقى نغربل فيها. اللهم غادي نحيدها لهنا المهم راه خليتها 3 ايام في الشمس ما كاملاش 3 ايام كاع خليتها نص نهار وجوج نهارات المهم نقول 3 ايام وصافي. دابا غادي نجيب الماكينه ديالي باش نطحن الثومه. دابا غادي نطحنها مهم غادي نسدها باش ما نبرطكم غادي نقطع الفيديو حتى نكمل حتى نطحنها كامله ونتلاقاو ان شاء الله. واحد صراحه راه طحنتها ليا هاد الماكينه مزيان بلا ما نغربلها صافي راه مطحونه مزيان شتوها. غادي ندير عنيت ديريكت في هاد القريعه. المهم الثومه ديالي صافي ساليتها طحنتها صراحه كتعطي كميه كثيره وكتبقى واحد المده درتها صايبت بحال هاد القرعه شحال هادي صايبتها وبقات ليا حتى لدابا عاد تقادات وهاني صايبتها معكم. صراحه هادي اللي يبسات في الشمس جات بيضه على هذيك الاخرى اللي يبس في الفران. ديك الساعه فاش يبستها في الفران كان الجو بارد بزاف والبلاد ديالنا راه تيكون الجو بارد فيها بزاف ما يمكنش تيبس ليك شي حاجه في وقت البرد على برا مثلا في الشمس. وهذه اللي صايبت دابا في الصيف جاتني زوينه الحمد لله جات بيضه. ايوا المهم كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. مهم شحال من واحد طلب ليا نصايب البودره ديال الثومه كيفاش كنحضرها. المهم انا حضرتها معكم. ايوا كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المهم الثومه ديالنا ها هي وجدنا الثوم بودر الثومه بودر بودره ولا بودخ ولا ما عرفتش شنو سميتها. المهم اختكم بغات تعلم الفرنسي ايوا هذا ما كان ثومه بودخ واش هكا. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش شي بصيمات من عندكم
وهاتوما ديالنا. المهم راه عندي هاد الطحانه ديال العطريه شريتها، راه المهم كطحن ليا مزيان الحمد لله بلا ما نغربلها، راه ما غربلتهاش. مريكه كتهضر معايا كتهضر، هو ماشي مشكل. ايوا المهم دابا وصلنا اخر الفيديو، غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حتى الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه اخرى ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.